سماحة الأمين العام سيد حسن نصر الله وسماحة الإمام المغيب موسى الصدر. نعم. هي عن جد محرجة الأمور، بس أنا بلاقي حالي واجباتي أقول رأيي الحقيقي شو ما كان. أنت لا إذا لا. وجدت أمام هذا الخيار أي شخصية؟ لا بدي أقول سبب أنا. بعدين من بعدين أي شخصية؟ بختار السيد طبعا، سيد حسن. سيد حسن؟ سيد حسن أي. مش الإمام المغيب موسى الصدر؟ سيد حسن. بس بدي أقول ليش؟ ليه؟ إذا ما قلتش ليش بتعمل لي مشكلة على الأرض يعني. السيد حسن هو اللي أنقذني من الرعب الإسرائيلي. نحن فتحنا عينينا على الرعب الإسرائيلي لما جدار الصوت يجي على جوية تهرب جوية كلها، لما الإسرائيلي يجي ياخذ أي واحد من بيته، لما الإسرائيلي يجي على مطار بيروت حرق 13 طيارة وشربوا ويسكي، هاي اللي بتقهرني كتير، وقوس عليهم عسكري لبناني اضطرت تحاكمه الدولة اللبنانية وطردته من الشغل لش قوس عليهم للإسرائيلي. لما فاتوا طلع شارون على القصر الجمهوري على الطاولة، أنا هاي الصورة هلأ بتضل بذهني هاي. لما فاتوا قتلوا الضباط المسؤولين الفلسطينيين بفيردان، هالإهانات وهالمزلات. اليوم السيد حسن لما أخذوا راعي مرة من خراج بلدة شبعة قال لهم الساعة كذا بدي إياها، قبل بساعتين كانوا مفلتين وخافوا منه. أنا بتكفيني هاي من السيد حسن لفضله على كل أهل الدنيا، كل سكان الكرة الأرضية.